ماما نحن اجينا. عائشة انتو اجيتوا؟ كيف كانت؟ يعني ابي ضل رافض. توقعت هالشي. شو عليه؟ بس عازمينا اليوم على العشاء. ايه روحوا. نحنا وانا كمان وانت كمان. انت اول شيء. انتو غريبين كتير عن جد. يعني ما حدا عزمكن على العشاء؟ شو اول مره؟ نحن جينا لناخدك، بس منيح لقيناكي جاهزه. توقعت. يلا شرفوا. لا لا بس دقيقه دقيقه دقيقه. روحوا جنب امك. يلا بسرعه. طيب نتصور بعدين. شو ضرورتك؟ ما رح ضيع على حالي هي اللحظه. جان بعدها هي هيك. جان قرب ناح امك. قرب. اثبتوا هلا. يلا جاهزين؟ ايوه يلا ليكني جاي انا. تحكي يا بنت. هي اول صورة عائلية إلنا. ما اشتقتي لي؟ وكل ما كبرتي عم تحلي أكثر. لك شو قصتك يا فراشتي صغيرة؟ يلا اركبي لأخذك شي مشوار. لا ترد. جان روح على الورشة ونحن بناخذك. بس نروح. لا ترد. بترجاك لا ترد على التليفون. لا تخافي، نحن حكينا وخلص. شريك مرحبا. آسف مشان مبارح ما تشكرتك. قلت خليني اتصل تشكرك قبل ما اروح. ما في داعي. بس لولاك ما كنت صحيت على حالي. إذا استفدت في هذا الشيء بيفرحني. لولاك أنت ولولا عمر كمان. لو ما سامحني هلا. لو ما سامحني. لو ما سامحني عمر على كل شيء. أبدا ما كنت عملت يلي عملته. شو عملت؟ جنكيز شو عملت؟ ليش ما بتسأل عائشة مو أحسن؟ سكر هذا التليفون. سكره بترجاك. شو صار؟ جنكيز اجى لهون؟ شو صار؟ ما في شيء. ما صار شيء أبدا. ما صار شيء أبدا. شو اللي عملته؟ يمكن أحسن إنه ما أحكي لك إيزيل. يعني ما بظن إنه أنت حابب تعرف. في شيء أحسن. روح دغري هلا. على الغرفة تبعكم. هونيك تركت لك هدية. تحت التخت. لقيت شيء؟ فيك تتخيل الباقي. مزبوط أنا تصرفت بشكل غبي. بس شو أعمل؟ اشتقت لها. لا لا بلا. ايه بلا. هلا كل ما رح تحطوا راسكم على المخدة رح تفكروا فيني. بلا يزيل. ورح تكون هي هدية زواجكم. مبروك يا شريك. كذاب. ما صار شيء. ما صار شيء. بترجاك لا تروح. بترجاك لا تروح. لا تبكي. عم قلك انا هون. ما رح اروح. لا تبكي.
خلص يا قلبي خلص، رح ضل جنبك، ما رح روح. تمرق 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 تمرق. هناك حالات عشق تتغذى بالانتقام، هناك حالات عشق تقوى بالفراق، هناك حالات عشق تنمو بالدموع. شنكيز شنكيز واقف، ارمي سلاحك. شنكيز شنكيز وينه؟ وين البطيخ اللي اسمه شنكيز؟ ارمي سلاحك، قلت لك ارمي سلاحك. ولك انا ما عملت شيء، شو بدكم مني؟ مو انت ايزل برقدار؟ عم بسألك رد. ايه انا ايزل. نحن اجينا بناء على شكوى من السيد شنكيز. وانو شكوى؟ قال انك هددته قدام شهود من 3 ايام. هذا شنكيز واحد كذاب، انا ما هددت حدا، بس هو عم يلعب عليكم. انت اللي عم تحاول تهرب لانه الزلمه اعطانا تسجيل واضح لك وموجود بالتسجيل كيف هددت عايشه بالقتل. ها انا كمان بعرف كيف اكره. انا كرهت عايشه سنين طويله لدرجه انه كان بدي اقتلها بايدي بعد كل اللي عملته معي. ترك لك اتركوني شوي، عم اقول لك رح يهرب منكم. لك هو اعتدى عليها، لك هذا اعتدى على مرتي. هذا مجنون، لك هي مالها مرتك، هي مرته السابقه. معقول انت؟ انت القاتل؟ قاتل مين؟ كلب شو لهاد؟ شو صار؟ بس قلي شو صار؟ بترجاك قلي شو فيه؟ لك شو فيه؟ في عنده ورشة، استخدم واحد من أزميل الورشة. هلا صار عنا، وغالبا فوقها اغتصب المغدورة. أنا؟
عمر؟ طبعا ما تحمل عقله، راح ليقتلني. وابني؟ مين رح يربي ابني؟ أنا رح ربي ابني يا عائشة. وعمر؟ رح يدخل السجن بتهمة قتلك، بحياته ما رح يطلع مرة تانية. رح تاخد جزائك جنكيز. لا لا، ما رح أخده يا عائشة. أنتي لهلا ما عم تفهمي يا عائشة، هالحب ما في عدالة. ما عم تفهمي لهلا، وأنتي اخترتي الزلمة الغلط. اخترتي الزلمة الغلط. حبيته حتى الموت. أنا أحسن منه، دايما كنت أحسن منه. هو ما بيقدر يحبك مثل ما أنا حبيتك يا مجنونة. بتعرفي ليش؟ لأنه ضعيف لدرجة إنه ما بيقدر ياخذ التار لحاله. بس أنا مو هيك. عمر مات مشانك، بس أنا بقتل لهذا السبب. على شفايفك، في شفايفي مو شفايفه، وأنا حاضنك بإيدي مو بإيده، في بأنفك الريحة تبعي أنا. حبيبتي ما رح تكوني لغيري. لا تحزن إيزيل، لا تصرخ، لا تحارب. صار لازم تقبل هالحقيقة. هناك حالات عشق لا تنتهي نهاية سعيدة، وعشقنا كان من هذا النوع.